كامبريدج الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مكرم مخول. يعني دكتور مكرم، يعني هل يمكن لبوريس جونسون الآن قبول فكرة تمديد موعد الخروج حتى 31 من يناير؟ هل يقبل بذلك الاتحاد الأوروبي أصلا؟ وهل يمكن التوصل إلى اتفاق عجزت عنه تيريزا ماي في السابق، أو أن جونسون يمكن أن يعود للبرلمان من جديد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي ورفض في البرلمان 3 مرات؟ بوريس جونسون لم يأخذ بعين الاعتبار أولئك الأعضاء من حزب المحافظين ومنهم الرياديين الذين ممكن أن يعارضونه، إذ تكون هناك يعني معسكر كبير من المعارضين له، ولا أعتقد أنه ظن أن مثل هذا المعسكر ممكن أن ينبت، وبالتالي فردت فعله جاءت بما كما وصفت بالديكتاتورية، إذ أنه قال أنه من سيصوت ضده أي من سيصوت مع المعارضة سيعاقب بأنه لن يستطيع الترشح وسيطرد من حزب المحافظين، وهذا أثار غضب وسخرية الكثيرين، إذ أن واحد من أولئك الذين أعربوا عن أنه سيصوت ضد جونسون الليلة هو حفيد تشرشل بطل بوريس جونسون السياسي، وبالتالي يقف جونسون بمكان بدأ يعني الكثيرين يستهزئون منه، إذ أن إحدى المعضلات الكبيرة التي حصلت اليوم وفي الأسبوعين الأخيرين أن بوريس جونسون بدأ يفقد ليس من رؤيته السياسية ولكن من ثقته، من الثقة التي منحها له حتى أعضاء حزبه. ولكن النقطة الرئيسية التي استهدفت المعارضة عملها اليوم وغدا هي أن تفرمل جونسون الذي ظن أنه ممكن أن يرجئ البرلمان ويختطف الأجندة والقرارات ويعلن عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي إذا تم التصويت الليلة أو غدا بشكل معارض لجونسون فلن يستطيع جونسون أن يفعل ذلك، وستصبح مسألة الإعلان عن الانتخابات مسألة ثانوية. طيب سيد محمد، لو تم فعلا الإعلان عن انتخابات مبكرة، من يمكن أن يفوز فيها؟ حزب المحافظين من جديد أم المعارضة؟